ازيك يا اولاد؟ عاملين ايه؟ يلا كده نطبق الافكار اللي احنا اخدناها في الهرمونز امبلانت. نشوف كده معانا كويشن نمبر 1، وجايبه لكم كذا فكره كده عشان نشغل دماغنا برضه. بص معايا كده، بيقول لك ايه: from your study to the opposite figure, enzyme x is found in all of the following cells except. طيب تعال نشوف انزيم اكس في الرسمه اللي قدامنا دي، هتخضينا يا ميس انتي بالرسمه دي ولا اي حاجه؟ السؤال على فكره ما فيش ولا حاجه. بص كده، فين انزيم اكس؟ اهو. انا لما استخدمت انزيم اكس كان البرودكت عندي اندول اسيتيك اسيد، وانا عارف ان الاندول اسيتيك اسيد ده نوع من انواع الاوكسين او اوكسين، وده يعتبر اشهر نوع فيهم الاندول اسيتيك اسيد اللي هو الاوكسين او الهرمون اوف بلانت. طيب افتكر كده معايا، احنا اتفقنا ان الاندول اسيتيك اسيد او الهرمون سيكريتد فروم الكليوبتايل تيبس اوف ستيم او روت، وكمان بيطلع او سيكريتد فروم بادز. تمام، تعال نشوف نمبر 1. هو بيقول لك انزيم اكس موجود في كل ده ما عدا سيلز اوف جروينج تيبس ان ستيم. خد بالك الجروينج تيبس او ستيم بيطلع الاوكسين. سيلز اوف ليترال بلانت بود، البود بيطلع الاوكسين. سيلز اوف ستيم ايبيدرمز، لا الايبيدرمز ما بيطلعليش اوكسين او اندول اسيتيك اسيد. يبقى انا كده ليتر سي هتبقى الاجابه. نشوف ليتر دي برضه. سيلز اوف جروينج تيبس اوف روت، لا طبعا ده بيطلع اوكسين، يبقى الوحيد اللي في التشوز اللي قدامي اللي هو الستيم ايبيدرمز. ندخل على السؤال اللي بعده. After studying the opposite figure we concluded. بص معايا، اولا هو جايب لك هنا زي ستيم وحاطط جيلاتين شيت، تمام، وعرض الستيم للسان لايت فحصل تروبيزم. تمام، وانا عارف من السنه اللي فاتت ان الاوكسين بيعدي من الجيلاتين شيت، وخد بالك الاوكسين بيدوب في الووتر. تمام، طب تعالى كده معايا في الرسمه اللي جنبها. كوكو باتر، في باتر، في دهون هنا لما حطيتها في الستيم، ولما عرضت الستيم للصن ما حصلش اي تروبيزم. هنا ما حصلش اي تروبيزم، يعني معنى كده ان الاوكسين ما قدرش يعدي من البتر او ما قدرش يدوب في البتر عشان يحصل سبريدنج للاوكسين في وجود السان لايت ويحصل التروبيزم. يعني هنا ما فيش تروبيزم حصل، يعني معنى كده ان الاوكسين مش بيدوب في الدهون، والدليل على كده انه ما دابش في الدهون وما قدرش يعدي لباقي الاجزاء في الستيم. طيب تعال نشوف هنا كده، بيقول لك الاوكسين ار ووتر سوليبل سبستانس. احنا اتفقنا من الاول ان الاوكسين بيدوب في الميه يا جماعه، الاوكسين بيدوب في الميه. تمام، تعالى نمبر لتر بي. اوكسين دونت افكت ذا اكيورنس اوف تروبيزم، لا طبعا ازاي الاوكسين بيأثر على التروبيزم او بيسبب التروبيزم كمان، بيسبب ال. لتر سي، اوكسين ار فات سوليبل سبستانس، هل الاوكسين بيدوب في الدهون؟ لا ما دابش في الدهون، والدليل على كده انه ما دابش في البتر هنا وما حصلش سبريدنج للاوكسين، وبالتالي ما حصلش التروبيزم. جروينج تيب از انسنسيتيف تو لايت، انسنسيتيف بالعكس، ده الجروينج تيب سنسيتيف لللايت، يبقى لتر دي غلط. اذا نمبر 2 دلوقتي انا هختار لتر A. نمبر 3، One of the researchers measured the change in stem length of the plant that grew in suitable conditions. Then he removed growing tip. شال الجروينج تيب and left it for a while. شال الجروينج تيب من الستيم اللي هي بتطلع الأوكسين. تمام. Then put block of agar with oxygen. خد بالك في كلمة هنا ناقصة with oxygen. يعني مكان الجروينج تيب اللي شالها حط بلوك اوف اجار ويز اوكسين، يعني اوريدي هو حاطط اوكسين دلوقتي، خد بالك. ها طيب، ان ذا بليس اوف جروينج تيب اند ميجر ذا تشينج ان ذا لينث اوف ايتش اوف ذيم، ان ذا لينث ايتش تايم اسف، ويتش اوف ذا فولوينج فيجر ديسكرايب
the expected result to be obtained. طب تعال نشوف. خد بالك، اولا هو شال الجروينج تيب، تمام، وانا عارف ان الجروينج تيب بيطلع الاكسين. طب احنا شلناها يعني ما فيش اكسين. طيب بعد كده بقى مكان الجروينج تيب راح حاطط بلوك اوف اجار ويز اوكسين، مكان الحته اللي شالها حط قطعه من الاجار ومعاها اوكسين. خد بالك انا بقول لك ان الكلمه ويز اوكسين هنا ناقصه، تمام؟ ويز اوكسين، حط الاوكسين. اوكي، يعني انا دلوقتي في اوكسين، تمام. طب تعالى نشوف بقى ايه اللي هيحصل في اللينس اوف ستيم. اللينس اوف ستيم، بص بيقول لك ايه دلوقتي. before removing tip، قبل ما نشيل التب حصل زيادة في اللينس اوف ستيم، ماشي. after remove tip اللينس اوف ستيم هيزيد اكتر؟ اكيد لا، ده بالعكس، وجود الاكسين هو اللي بيساعد على اللينس اوف ستيم، يبقى دي غلط. ندخل على ليتر بي. الستيم لينس بيقل في عدم لما شلنا الجروينج بيفور ريموفينج تيب، قبل ما نشيل الجروينج تيب هل اللينس اوف ستيم هيقل؟ اكيد لا، لا طبعا، ده المفروض العكس. طب تعالى هنا بيفور ريموفينج تيب، قبل ما اشيل الجروينج تيب اللينس اوف ستيم بدا يزيد، تمام. after removing tip، بعد ما شلنا التب اللينس اوف ستيم مش هيكبر تاني. طيب after putting agar with oxygen هيبدا اللينس اوف ستيم يزيد تاني؟ طبعا صح، يبقى الجراف ده اكيد صح. طبعا هنا بيقول لك بدا يزيد ثبت، بعد ما حطينا الاجار مع الاوكسين بدا يقل، لا طبعا دي غلط. يبقى انا كده بالنسبه لي الجراف اللي صح هو ليتر سي، خد بالك. وما تنساش هنا مع السؤال، معلش، بلوك اوف اجار ويز اوكسين في الجزء ده، واخدين بالك هنا يا اولاد؟ تمام. طيب تعالى ندخل بقى على كويستشن 4. كويستشن 4، The opposite graph represents the relation between concentration of growth of plant cell in each of stem and root. بدأنا الجراف ده بيقول لك في relation ما بين the concentration of growth of plant cells، تمام، in each of stem and root، تمام، يعني النمو اللي حصل في الستيم والروت. تعال بص معايا في الجراف هنا، الروت الجروث بتاعه مع زيادة، خد بالك concentration of indole acetic acid، ها concentration of indole acetic acid بيزيد، الروت بيبقى فيه الجروث بيزيد للحظة وبعدين بيبدأ يقل، الستيم بيزيد وبعد كده بيبدأ يقل. طب تعال نشوف بيقول لك ايه. Which of the following events represented the dominant effect of indole acetic acid at point A؟ فين point A؟ اهو خد بالك عند point A الجروس بتاع الستيم بيزيد، اما الجروس بتاع الروت بيقل. واخد بالك الجروس of stem بيزيد والجروس of root بيقل. طب انا قبل ما اشوف اللي تشوز دلوقتي ركز معايا، احنا كنا بنقول الروت بيتعامل بطريقة غير الستيم في تركيز الاوكسين او تركيز الاندول اسيتك اسيد، بمعنى لما بزود الكونسنتريشن اوف اندول اسيتك اسيد في الستيم الجروس عندي بيزيد، اما لما بزود التركيز بتاع الاندول اسيتك اسيد في الروت ها الجروس اوف روت بيقل، مش صح كده؟ مش احنا المعلومة دي واخدينها؟ طيب بص معايا، طيب تعالى معايا ليتر ايه بيقول لك الاندول اسيتيك اسيد انهبيت جروز اوف ستيم، لا العكس احنا لسه شارحين، اندول اسيتيك اسيد انكريز ذا جروز اوف روت بيساعد على زياده الجروز في الروت، طبعا لا العكس برضه، اندول اسيتيك اسيد انهبيت ذا جروز اوف روت سيلز، اصح لما بزود تركيز الاندول اسيتيك اسيد او الاوكسين الجروز اوف روت سيلز طبعا بتقل. طيب growth stop in each of root and stem، لا طبعا غلط. يبقى احنا كده الإجابة بتاعتي هي letter C، وفهمناها ليه. طيب تعالى معايا في number 5، تعالى معايا في number 5 بيقول لك ايه. The following graphs illustrate the effect of different plant hormones on growth
and the division of plant cells. Study the figure then answer. ماشي. هنا مدي لك ال rate بتاع ال division of cells will grow. تعال نبص على الاثنين جرافز دول. هنا جايب لك الجبرلين كونسنتريشن وهنا جايب لك الاوكسين كونسنتريشن، انواع من البلانت هرمونز. في الشكل الاولاني هنا بيقول لك الريت اوف جروث والديفيجن، ادي اهو الديفيجن، الديفيجن اللي هو اللون الريد، الديفيجن بيزيد، الديفيجن اوف سيلز بيزيد، وبعدين للحظه بدا يقل. الجروث بيزيد وللحظه بدا يقل، تمام، مع زياده الجبرلين concentration. ادخل على الجراف الثاني، هنا الاوكسين concentration، هنا ال division of cells ثابت، ثابت مش بيزيد ولا بيقل. طب والجروس؟ لا الجروس في وجود التركيز بتاع الاوكسين بيزيد بيزيد لوقت كده بيوصل فيه ماكسيموم وبعدين يبدا يقل مع تركيز الاوكسين. طب تعال نشوف السؤال كده بيقول لك ايه. Which of the following can be concluded from the two previous figure. الأوكسين have no cells growth. الأوكسين have no cells growth. لا ده بيحصل growth من وجود الأوكسين، يبقى الجملة الأولانية غلط. Increase in concentration of auxin led to increase in the number of cells at certain limit. Number of cells يعني بيزود ال division، لا برضو غلط. طيب increase in concentration of gibberellin led to increase growth of cells at certain limit. طبعا الجملة دي صح جدا واحنا فهمناها من الجراف. طيب the increase in gibberellin concentration led to continuous increase in cells growth. لا طبعا لتر دي غلط، لان هو بعد ما بيوصل تركيز الجبرلين لحد معين الجروس هيبدا ينزل، مش هيبقى في زياده في الجروس يعني. يبقى طبعا الاجابه الصح عندي لتر سي. ندخل على السؤال اللي بعده، نمبر 6. بيقول لك ذا اوبوزيت فيجر ريبريزنت بلانت سيدنج فيكسد on the surface of rotating horizontal and exposed to light from one side only. Then the seedling seedling had been rotated for 2 days and left fixed for other 2 days. قعدنا بص كده، هو حط هنا seedling plant نبات لسه صغير بيطلع فيه البلوميول وبيطلع فيه الراديكال وحطه في جهاز والجهاز ده قاعد يلف بيه تمام قدام اللايت. قعد يومين يلف الجهاز ده بالبلوميول قدام اللايت، وبعدين اليومين اللي بعد كده راح مثبت الجهاز وموقف كل حاجه زي ما هي، تمام. خد بالك احنا خدنا يومين وقفنا الجهاز وبقى البلوميول يعني اللايت في ناحيه وادي البلوميول قصاده اهو، واخد بالك؟ تعال نشوف بيقول لك ايه. Which of the following figure illustrate what would happen to the seedling after 4 days. بعد 4 أيام يا ترى إيه اللي هيحصل؟ ببساطة هتقول لي أنا عندي دلوقتي اللايت أهو والبلوميول أهو، الأوكسين بيكره اللايت، الأوكسين هيتجمع في الناحية العكس من اللايت تمام؟ فهيساعد على إيه؟ على الجروس بتاع الستيم في الأوبزيت سايد من اللايت، يعني ده هيبدأ يحصل له جروس ويبدأ يحصل كيرفيتشر ناحية مين؟ ناحية اللايت. يعني هتقول لي اقرب شكل كده للجزء اللي انا عايز احكيه ان هيحصل فوتوتروبيزم للبلوميول يعني فين؟ هتقول لي لتر A. خلاص كده؟ طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده. هنا بيقول لك ايه؟ In an experiment to prove the auxin rule in plant growth. Indole acetic acid is added gradually to the soil that contain bean seedling. Which of the following graphs represent the effect of auxin on the growth of growing tip cells for the stem of this seedling after several hours. طيب انا حطيت دلوقتي زارع في seedling من البلانت وحطينا في السويل auxin، وبيقول لك يا سيدي
قل لي بقى مين في دول اللي بي بي يعني انهي جرافز في دول اللي هيوضح تأثير الأوكسين على الجروس اوف جروينج تيب فور ذا ستيم. طب ما انا عارف ان الأوكسين بيساعد على الجروس، الأوكسين بيساعد على الجروس، يعني كده من غير ما افكر سهل جدا ان انا هقول لك لتر ايه هي الاجابه، لان انا مع كل ما بيزيد تركيز الاوكسين في الستيم تمام كده كل ما بيزيد الجروس اوف ستيم، يبقى انا هختار لتر ايه. تعالوا نشوف كده نمبر 8. Which of the following is correct about plant response for stimuli that cause occurrence of tropism? Number 1. The plant affected and never grows. لا طبعا، ازاي البلانت هيتأثر ومش هيبقى فيه جروس؟ لا طبعا هيبقى فيه جروس طالما فيه ستيميولاي وبيأثر على التروبيزم، يعني مثلا زي الفوتوتروبيزم. لا طبعا هيبقى عندي البلانت هيتأثر وهيبقى فيه جروس اكيد على حسب تركيز الاوكسين. طيب لتر بي، the plant is not affected. لا البلانت affected بالستيميولاي طبعا، وطالما في ستيميولاس وطالما هيبقى في تروبيزم لازم البلانت هيتأثر. Plant is affected and grow in certain direction. البلانت هيبقى فيه effect معين هيأثر على النبات وهيسبب direction او curvature، يعني اكيد اكيد طبعا لتر سي دي صح. يعني انا لو عندي تروبيزم ناحية اللايت هيبقى الدايركشن بتاع الستيم ناحية اللايت. طيب نشوف لتر دي، the plant affected and grow faster than normal late rate. البلانت affected and grow faster than normal rate على حسب يا اولاد، على حسب. يعني لو انا عندي الروت مثلا، الروت لو زاد تأثير الأوكسين الدايركشن بتاعه بيبقى عكس اتجاه الاستيمولاس بالنسبة لللايت مثلا، واخدين بالكم؟ يبقى انا عندي دلوقتي البلانت هيتأثر طبعا، لكن ما اقدرش اقول ان الجروس faster than normal rate لان ده لا ينطبق على الروت. الروت لو حصل زيادة في الاوكسين يبقى الجروس بتاعه بيقل مش بيزيد، يبقى دي انا ما اقدرش اعممها على الستيم والروت، يبقى لتر دي غلط. يدخل على نمبر 9. Which of the following is not applied to auxin? They are chemical substance that are formed in cells of bud. دي صح، خد بالك انا بدور على حاجة ملهاش علاقة بالأوكسين، يعني عايز ادور على جملة غلط يعني. طيب يبقى كده لتر ايه مش هتنفع. لتر بي، they move from responding site to reception site. لا المفروض العكس، المفروض العكس، يعني الأوكسين بيبدأ يتجه من الريسبشن سايت للريسبوندنج سايت، من الريسبشن للريسبوندنج يا أولاد. يبقى الجملة لتر بي دي غلط خالص يعني، يبقى دي أكيد اللي هنختارها لأن دي اللي هتتناسب مع الأوكسين. طب نشوف اللي بعده. They cause wilting of leaves of some plant. لا الأوكسين مش بيساعد على الويلتنج اوف ليفز طبعا، ده بالعكس الأوكسين هو اللي بينظم الجروس اوف ليفز والفروت وكده. They're affected in different according to plant parts. بيأثر على حسب الأماكن المختلفة في البلانت طبعا، زي ما احنا قلنا الستيم مختلف عن الروت في تأثير الأوكسين، يبقى برضو لتر دي صح. يبقى أنا كده بدور على جملة غلط، واحنا قلنا لتر بي غلط جدا. ندخل على نمبر 10. Which of the following external factors affect flowering process in plant? خد بالك هو عايز external factor يعني مؤثر خارجي بيؤثر على الفلورنج بروسيس، عملية تكوين الأزهار وكده. الage of plant، طب خد بالك الage of plant ده يعتبر internal factor مش external. Change of temperature، التغير في درجات الحرارة، ده external factor. اقدر اخد external factor change of temperature، التغير في درجات الحرارة بيأثر على الفلاورنج بروسيس تمام. البلانت هرمون ده internal factor، genetic information ده internal factor. اذا انا هختار لتر بي. نمبر 11. Which of the following is from characteristic of auxin؟ مين في دول يعتبر من صفات الأوكسين؟ They are inorganic substance، بالعكس ده organic substance.
اعرف منين يا جماعه الموليكيولز او السبستنس اللي بتتكون داخل الليفنج اورجانيزم بقول عليها اورجانيك، وخاصه انه بيتكون من السلاسل الكربون اتومز، يبقى ده اورجانيك سبستنس طبعا. They are inhibitor substance. ليه inhibitor بس؟ طب ما هو احيانا بيساعد على الجروث مثلا، ليه inhibitor؟ لا. They are always stimulating substance. هل بيعمل طول الوقت activate؟ لا، ما احنا ده برضو ده عكس ده عكس اللي بيحصل في الروت، احيانا بيعمل inhibitor واحيانا بيعمل stimulate. بيعمل انهبتور للخلايا بتاعه الروت او السيلز بتاعه الروت لو تراكم فيها كميه من الاوكسين، اما بيعمل اكتيفيت للجروس لو الاكيميليشن اوف اوكسين بقى في الخلايا بتاعه الستيم، يبقى برضو لتر بي لا غلط. They are always protein substance. They are always protein substance. هو بروتين سبستانس صح، الاوكسين ده هرمون في النبات وبيتكون من بروتين سبستانس، اقدر اقول على الجمله الليتر دي صح طبعا، يبقى رايت، يبقى الليتر دي هي اللي صح. طيب يا شباب تعالوا بقى كده نشوف افكار الاسئله. ديسكفري اوف انيمال هرمونز، تعالوا كده نشوف نمبر 1، ركز معايا. نمبر 1 بيقول لك ذا فايتال بروسيس of target cells are affected by the amount of hormones that affected them and the amount of receptors on their membrane. Which of the following figure doesn't describe, خد بالك انهي شكل في دول doesn't describe correctly the relation between amount of hormones and the effect of hormones on the target cells. طيب انا هقول لك على حاجة، تعالى كده نتفق من قبل ما اشوف الجرافز بتحكي عن ايه او بتتكلم في ايه. تعالى نتفق، كل ما بيزيد عندي السكريشن اوف هرمونز، الاول طبعا بيبقى فيه ريسبتور للهرمون ده، تمام، كل ما بيزيد افراز الهرمونز كل ما الافكت اوف هرمون بيبقى عالي او الفانكشن في الهرمون بتبقى احسن طبعا. كل ما بيبقى فيه سكريشن للهرمون كل ما بيبقى فيه او بيبقى الافكت اوف هرمون بيبقى عالي. طب تعال نبص على الجرافز كده ونشوف مع بعض. اولا الريسبتورز هو مديها لك الخط المتقطع ده، تمام، وعندك الهرمون بيمثل اللون الازرق. طب تعال نشوف كده الجرافز اللي قدامنا، تعال نشوف كده الفيجر ليتر A، هنا الريسبتور اوف هرمون اللون الريد اهو، هنا بيبقى فيه secretion of هرمون اللون الأزرق، وخد بالك تحته على طول بيبقى الإفكت of هرمون، يعني الوقت اللي بيبقى فيه إفراز الهرمون عالي بيبقى الإفكت of هرمون طبعا أفضل حاجة، فالجراف ده بالنسبة لي صح. خد بالك أنا عايز أشوف جراف، يعني هو بيقولك إيه، اختار الجراف doesn't describe correctly، الجراف الغلط، تمام. طيب أول جراف ده صح فأنا كده مش هاخده. جراف التاني، ادي الريسبتور اوف هرمون، ادي السكريشن اوف هرمون بيبقى عالي، خد بالك قصاده بيبقى الافكت اوف هرمون عالي، يبقى برضو الجراف ده صح فانا كده مش هاخده. طيب ندخل على اللي بعده، ادي الريسبتور اوف هرمون وادي السكريشن اوف هرمون، تمام. طب تعالى تحت كده حصل ايه، الإفكت أوف هرمون بيبقى عالي، خد بالك في الوقت اللي قبل إفراز الهرمون فيه، بمعنى إفراز الهرمون لما يبقى ضعيف هنا يبقى الإفكت أوف هرمون عالي. طب إزاي؟ المفروض العكس، المفروض العكس، كل ما بيزيد إفراز الهرمون كل ما بيبقى الإفكت أوف هرمون عالي، يبقى إذن الجراف ده إيه؟ لا الجراف ده غلط، يبقى هو عايز الجراف اللي doesn't describe correctly، يبقى انا كده هختار letter C طبعا، كده هختار letter C طبعا. الجراف الرابع ده صح، ادي الافراز الهرمون اهو، الافكت اوف هرمون بيبقى في نفس
الوقت اللي بيبقى فيه افراز الهرمون عالي، يبقى اذا الجراف ده صح يعني، فانا كده مش هختار ده. اذا الجراف بالنسبه لي اللي الديسكريبشن بتاعه خطا هو ليتر سي، فانا هختار ليتر سي. طيب تعال معايا نبص على نمبر 2. نمبر 2 بيقول لك from your study to opposite figure which of the following choices can be concluded. تعال بص معايا كده في اكس واي زد. اولا اكس واي زد ده واضح ان هم سيل، تمام. السيل دي بيبقى عليها ريسبتور، وفي عندك هنا هرمون، تمام اهو، وادي الريسبتورز في السيل اكس يعتبر قليل، انت عندك 2 ريسبتور هنا. في الواي بقى عندك 4 ريسبتور، في الزد الريسبتورز اكتر. طب تعال نشوف كده، بيقول لك the two cells x and y can't belong to the same tissue. عرفت ازاي؟ ده نفس شكل السيل، يعني دول same tissue لتر بي. the effect of hormone on activity of cell z greater than y. الجملة دي right. ليه؟ كل ما بيزيد الريسبتور كل ما بيبقى الافكت اوف هرمون عليها اعلى، لان الريسبتور ده بيستقبل الهرمون، وطالما انا عندي ريسبتورز او السايت اوف ريسبتورز اعلى يبقى تاثير الهرمون هيبقى اعلى، يبقى اكيد لتر زد اعلى من لتر واي فعلا، لان واي عليها الريسبتور اقل، يبقى لتر بي دي صح طبعا مش غلط. تمام كده. طبعا لتر سي ودي غلط، يعني بيقول لك deficiency of receptor lead to stopping activity of cell X. هو انا لما بقلل الريسبتور على سيل اكس ده بيخلي الاكتيفيتي بتقف؟ لا الاكتيفيتي مش هتقف. اولا انا ما عندي، انا عندي ريسبتور مش ما عنديش، فممكن نقول ان الاكتيفيتي هتبقى اقل، تمام، لكن ما اقولش انها هتقف لان كده كده عندي ريسبتور. طب ليتر دي سيل اكس may be taken from normal thyroid gland. ودي عرفتها ازاي؟ ملهاش علاقه بالموضوع. خلاص كده يبقى انا عندي الاجابه ليتر بي. طب تعال نشوف كده نمبر 3. طيب تعال معايا كده نشوف نمبر 3. بيقول لك the following figure illustrate receptors of protonic hormone and steroid hormone study them well then answer. ركز بقى معايا. protonic hormones يعني هرمونز من البروتين، steroid يعني هرمونز من الليبيدز او من الدهون، تمام. بص كده مبدئيا تعالى نتفق مع بعض. لو تفتكر كنا حكينا قبل كده في اولى ثانوي وثانيه ثانوي ان البلازما ممبرين ما يعني بتمنع اللارج موليكيولز انها تعدي من خلالها. يعني انا لو عندي دلوقتي بروتين، البروتين ده بيعتبر لارج موليكيول، يقدر يعدي من خلال البلازما ممبرين؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش. طب لما يبقى فيه هرمون من البروتين ينفع يعدي من البلازما ممبرين يدخل جوه؟ لا ما ينفعش. وعشان كده، وعشان كده دايما الهرمون اللي هو من البروتين او الاستراكشر بتاعه بروتين بيبقى الريسبتورز بتاعته من بره اوتسايد سيل ممبرين، من بره في الريسبتور اللي هيستقبل البروتينيك هرمون، عكس الاسترويد هرمون. الاسترويد هرمون ده من الدهون، الاستراكشر بتاعه ليبيدز. طيب هل ينفع الاسترويد هرمون يدخل او يعدي من البلازما ممبرين؟ ينفع، لان البلازما ممبرين اخذنا قبل كده ان الاستراكشر بتاعها فيه فوسفوليبيد، والفوسفوليبيد بيقدر يدوب او من خلاله يقدر الدهون تعدي، لان الفوسفوليبيد ده بيعدي الدهون. خلاص كده، لان سولوبل ان فوسفوليبيد او سولوبل ان بلازما ممبرين يعني، فيقدر يعدي الهرمون اللي هو من الدهون او الاسترويد هرمون، تقدر تدخل لجوه، وبالتالي الريسبتورز بتاعه الاسترويد هرمون هتبقى من جوه، مش لازم تبقى خالص على البلازما ممبرين من بره، لان كده كده الاسترويد هرمون هيقدر يعدي من البلازما ممبرين ويدخل جوه. انت فهمت الفكره؟ طب بص معايا كده هنا، ادي اهو الكلام اللي احنا حكيناه. دلوقتي انت عندك استرويد هرمون اهو، ماشي.
الاسترويد هرمون طبعا من الارتري من خلال البلاد ستريم اهو، هيدخل على طول على البلازما ميمبرين وهيعدي من البلازما ميمبرين لغاية ما يدخل جوه، ومن جوه بقى هلاقي الريسبتورز بتاعت الاسترويد هرمون. طب تعالى كده هنا، ادي الارتري في البلاد ستريم اهو، البروتين هرمون هيبدأ يوصل لغاية البلازما ممبرين، مش هيعرف يدخل من خلال البلازما ممبرين، لأن احنا قلنا البلازما ممبرين doesn't allow large molecule to pass. طب أنا عندي هنا الريسبتور بتاعة البروتين هرمون، هيبقى الريسبتور من بره عشان يقدر الفانكشن بتاعة الهرمون تبدأ تشتغل في السيل دي، واخدين بالكم؟ طب تعالى كده نشوف بقى اللي تشوز اللي قدامنا على حسب الكلام اللي احنا اتشرح دلوقتي حالا اهو. بص كده معايا بيقول لك ايه، which of the following can be concluded from studying two previous figure، بروتينيك هرمون كان ديفيوز ثرو سيل ميمبرين، يقدر يعدي من خلال السيل ميمبرين، احنا لسه قلنا دي غلط ما تنفعش. طب ليتر بي، بروتونيك هرمون كانت ديفيوز ثرو سيل ميمبرين، ما تقدرش تعدي من السيل ميمبرين، اه طبعا صح، سو اتس ريسبتور ار فاوند اون ذا سيل ميمبرين فرو اوتسايد، وعشان كده الريسبتور بتاعها بيبقى على الميمبرين من بره، طبعا صح جدا صح جدا، يبقى ليتر بي رايت صح جدا. طيب ادخل على ليتر سي، سترويد هرمون كانت ديفيوز ثرو سيل ميمبرين، لا طبعا تقدر تدخل او تعدي من خلال البلازما ممبرين، قلنا عشان الفوسفوليبيد. سترويد هرمون كان ديفيوز ثرو سيل ميمبرين، تقدر تعدي من خلال البلازما ممبرين صح، سو اتس ريسبتور فاوند اون ذا سيل ميمبرين فروم اوتسايد، لا احنا قلنا الريسبتور بيبقى من جوه لان بيقدر يدخل لجوه الاسترويد هرمون، يبقى انا كده الاجابه عندي ليتر بي. تمام، تعال بقى ندخل على نمبر 4، which of the following explains the reason for hormone binding to target cells، تاني كده، which of the following explains the reason for hormones binding target cells، هو انا الهرمون عشان يرتبط بالتارجت سيل اللي هي السيل المستهدفه لازم يبقى فيه ايه؟ هتقولي لازم يبقى فيه ريسبتور للهرمون ده، لازم السيل يبقى عليها ريسبتور للهرمون اللي جاي يشتغل فيه اكيد. طب تعالى نشوف كده، presence of receptor on target cell membrane طبعا صح جدا جدا، شكرا يعني. حابب نكمل الباقي، they transport through blood stream، اه كده كده هيتنقل من خلال البلاد ستريم، كده كده الهرمون بيتنقل من خلال البلاد ستريم، لكن ليه الهرمون بيشتغل في اماكن واماكن لا، على حسب السيلز دي ما بيبقى عليها ريسبتور للهرمون، ده اللي مهم عندي، يبقى ليتر بي كده مش هتنفع. طيب each hormone has specific building structure، برضو ايه دخل ده في التارجت سيلز يا جماعة، انا الهرمون كده كده بيعدي او بيبقى في البلاد ستريم، لكن ليه بيشتغل الهرمون في اماكن واماكن لا، على حسب الريسبتور اللي موجودة على التارجت سيلز للهرمون ده. اذا انا دلوقتي عندي الليتر ايه هي اللي كانت اجابة صح، طبعا ندخل على ليتر بي. تعالى معايا بقى ندخل على نمبر 5، which of the following function isn't from hormone characteristic، ايه بقى من الوظائف اللي جاية دي لا تتبع خصائص الهرمون. تعالى نشوف، provide the body with its mechanical protection، ايه ده، provide the body with its mechanical protection، هو انا دلوقتي عندي الهرمون ليه علاقه بالبرودكشن اوف ميكانيكال في الجسم اللي هو الموفمنت الحركه بتاعه الجسم، لا طبعا ملهاش علاقه، ملهاش علاقه بالهرمون خالص، يبقى دي مش تبع اساسا الكاركترستيك اوف هرمون، يبقى انا كده مبدئيا هختار ليتر ايه. طبعا نكمل طيب باقي الجمل كده، انجور ذا بادي جروس، اه الهرمون بيساعد في البادي جروس طبعا زي الجروس هرمون مثلا. طب مونيتور ذا ميتابوليزم بروسيس، بينظم عمليات البناء والهدم في الجسم، دي صح طبعا. انجور ذا بادي ادابتيشن ويز كونتينوس فاريبل انفايرمنتال كونديشنز، طبعا بيبقى فيه تكيف للجسم للظروف الخارجيه بتاعت البيئه من خلال الهرمون، هو اللي بيساعدنا على الكلام ده، دي صح جدا طبعا، يبقى انا الاجابه بتاعتي دلوقتي ليتر ايه.
طيب نشوف كده نمبر 6. نشوف نمبر 6 بيقول لك which of the following statement is correct. Hormones that categorized under the same chemical classification have the same function. الجملة دي غلط. هتقولي ليه يا ميس غلط؟ غلط طبعا. دلوقتي احنا عندنا الهرمونز احنا قسمناها لجزئين. نوع من الهرمونز بقول عليه بروتونيك هرمونز اللي هو الاستراكتشر بتاعه بروتين، وفي عندك الاسترويد هرمون الاستراكتشر بتاعه ليبيدز. طيب هل كل البروتونيك هرمونز الهرمونز الاستراكتشر بتاعها بروتين لهم نفس الوظيفه؟ اكيد لا، كل هرمون بيبقى له الفانكشن بتاعته. يعني لتر ايه غلط؟ طيب نشوف لتر بي. بيقول لك antagonize the action of some hormones help in keeping homeostasis of the body. طبعا الجملة دي صح جدا جدا جدا. طب تعالى نقرأ جملتين اللي بعد كده برضو. Some hormones are secreted from ductal glandular part. لا، احنا قلنا الهرمونز secreted from ductless gland، يبقى الجملة دي غلط. طيب لتر دي. More increase in hormone secretion, more increase in the efficiency of the responding organ. كل ما بزود الهرمون كل ما الاستجابة بتاعت الأورجان بتزيد. لا طبعا، احنا عندنا amount معينة من الهرمون بالميلي جرامز، يعني حاجة بسيطة جدا. لو نسبة الهرمون زادت عن حد معين، لا طبعا ده بتعمل disorder، بيحصل خلل. يعني letter D كمان غلط. إذن الإجابة بتاعتي هتبقى letter B. In which enzyme similar to hormones؟ يا ترى الإنزيمز شبه الهرمونز في إيه؟ They are protein substance. طبعا أنا عارف إن الإنزيم protein substance والهرمونز، إحنا قلنا الهرمونز يا إما بيبقى فيه نوع من الهرمونز بقول عليه بروتينيك هرمونز او استرويد هرمونز، فمش كل الهرمونز بروتين. طيب they are substance secreted from endocrine gland. لا، الانزيمز secreted from exocrine gland. طب letter C they are organic substance. الاثنين organic substance طبعا صح جدا جدا جدا. they are soluble in blood stream. الاثنين soluble في blood stream طبعا لا. يبقى أنا كده الإجابة عندي لتر سي. تمام. نمبر 8 بيقول لك in which steroid and peptide hormones similar. شو بيقول لك إيه؟ peptide hormones similar، يعني أقصد بيها البروتينيك هرمونز peptide، وأنا عارف إن البيبتايد بونز مش بتبقى غير في البروتين، إذا أنا بقصد البروتينيك هرمونز. الاتنين similar في إيه؟ transfer through blood stream. لا، building units that form each of the of them. البيلدنج يونت للاثنين واحد. ليه؟ البيلدنج يونت بتاع الانزيم امينو اسيدز لانه بيتكون من بروتين. طب والبيلدنج يونت بتاع البروتونيك هرمونز امينو اسيدز، لان طالما قال لي بيبتايد هرمونز يقصد بها البروتينيك هرمونز البروتين، يعني لتر بي صح جدا. طيب being soluble in cell membrane. لا، ما احنا قلنا اللي بيدوب في السيل ممبرين هو الاسترويد هرمونز مش البروتين هرمونز. depend on presence of same receptor in target cells. هل الاثنين ليهم نفس الريسبتور؟ اكيد لا طبعا. نمبر 9 which of the following is not from characteristic of hormone. مين في دول ما يعتبرش من صفات الهرمون؟ not، يعني عايزة حاجة ما تكونش من صفات الهرمون. خد بالك all of them are organic substance. كل الهرمونز organic طبعا، لأن الهرمونز يا إما بروتين يا إما lipids والاتنين organic. some of them، خد بالك أنا بختار جملة غلط دلوقتي، ها. some of them are soluble in blood plasma. شوية منهم بيدوب في البلاد بلازما. لا، some of them consist of بروتين. شوية بيتكون من البروتين. صح، خد بالك انا بدور على جملة غلط. انا لغاية دلوقتي قلت letter B هي اللي ايه مش تبع ال properties او ال characters بتاع البروتين الهرمون.
طب تعالى كده معايا لتر دي. Each هرمون affect all the body cells، كل هرمون بيأثر على كل خلايا الجسم؟ طبعا لا، على حسب وجود الريسبتور في بعض انواع السيلز. يبقى انا دلوقتي الجملة الوحيدة اللي لا تتبع الكاركترستيك اوف هرمون اللي هو ليتر بي، سام اوف ذم ار سوليبل ان بلاد ستريم. لا طبعا ما ينفعش يدوب في البلاد ستريم، ما ينفعش. يبقى ليتر بي طبعا هي الاجابه بتاعتي. نمبر 10. نمبر 10، which of the following is not hormone؟ مين في دول ما يعتبرش هرمون؟ ليتر A، بروتين تشينج ذا مين فانكشن اوف اورجان، هو البروتين اللي بيغير من الوظيفه الاساسيه بتاعت الاورجان ده هرمون؟ اكيد لا، اكيد لا طبعا. انا الهرمون بيعمل بالنسبه لي اكتيفيتور او ستيميوليت للبادي سيلز او للتارجت سيلز، يبقى طبعا ليتر A ما تعتبرش هرمون. يعني انا ليتر A بالنسبه لي رايت. طيب نشوف ليتر B، بروتين سيكريتد ان تيرمينال اربورايزيشن اس كونكتور، انا عارف ان في بعض الهرمونات ديو تو نيورال افكت، نتيجه تاثير عصبي بتفرز بعض الهرمونات، او لا في هرمونات بتشتغل نتيجه النيورال افكت، فدي صح ممكن طبعا يبقى ده هرمون، فانا كده مش هقدر اختار لتر بي. خد بالك لتر سي، بروتين سيكريتد ان بلاد از ريسبونس تو تشينج ان ذا بودي فيسيولوجي، طبعا دي برضو صح، ده هرمون طبعا، ده هرمون، الهرمون او البروتين اللي بيفرز في الدم نتيجه استجابه تغير معين في الف... في ال... في ال... في الجسم، ده هرمون. سيكريتد بروتين هاز تارجت سيلز، البروتين اللي بيطلع لتارجت سيلز معينه ده هرمون. اذا الوحيد اللي ما ينفعش اقول ان ده هرمون اللي البروتين لو حصل وغير في الوظيفه الاساسيه بتاعه الاورجان ده ما يعتبرش هرمون، يبقى ليتر A. طيب بص معايا كده في نمبر 12، what is the reason for ability of hormones to maintain the internal balance اللي هو الهوموستاسيس اوف ذا بودي؟ يعني ايه سبب ان الهرمون بيحافظ، او السبب ان الهرمون يقدر يحافظ على الاتزان الداخلي بتاع الجسم؟ نشوف ليتر A، their production in small amount، انا عارف ان الهرمون طبعا بيفرز بالميلي جرامز، حاجة بسيطة جدا في الجسم، لكن ايه علاقة ده؟ انا بقول ايه السبب ان الهرمون يقدر يحافظ على الاتزان الداخلي بتاع الجسم؟ طب نشوف لتر بي، يعني لتر ايه كده ملهاش علاقة بي بقى، ذير كنترول ان فيتال اكتيفيتي، بيتحكم في الفيتال اكتيفيتي بتاعة الجسم، صح جدا صح جدا طبعا. طب تعالى نشوف لتر سي كده، variety of their chemical structure، الكيميكال ستراكشر بتاعه متنوع، يعني واحد من البروتين واحد من الدهون ملهاش علاقة. طيب their secretion under the neural effect، افراز الهرمون تحت تأثير عصبي ملهاش علاقة برضو. طب انا لو كان حصل يعني الافكت بتاعه under the control of neural effect او under the control of hormonal effect، الاثنين بيحافظوا على الهوموستاسيس of the body، يبقى انا كده letter C ودي ملهمش علاقة بالموضوع، يعني انا كده الاجابة بتاعتي هتبقى letter B. تمام كده شباب.